هني صاح زينب والله قالت والله ما بسمة هذه ما كانت على البال أطب بمجلسه وبزني يحبه تعالي يا محسن لي تعالي راس حسين يدحرج قبالي طالعت راس ابو فاضل الراس الوحيد اللي ما ثبت على الرمح هو راس العباس يتمايل ويعيدون الى الرمح طالعت زينب بدمعتها تقول انا تمنيت سبع القنطرة عباس موجود ويشوفها ياك تكسر ثنايا حسين بالعود أني إلا بقيت محيرة وصفج باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يا ويلي وتهمل العين وتبقى عبرة بخدي تكسر آهن عليك يا زينب ذلك لما رجعت إلى المدينة أكو روايات تقول ما عرفوها هذه زينب لو غيرها بس ما دخلت إلى المدينة وين توجهت زينب أخوتها عشرة كلهم راحوا في كربلاء ظل عندها أخ واحد عزيز عليها محمد بن الحنفية إجت إلى دار ابن الحنفية مسجن على فراشي صرخت محمد جلس محمد مذعور امرأة صوتها مبحوح ما عرف هذه زينب شاب راسها احدى وذب ظهرها اسمر لونها من بلد الى بلد سوى الزينب لما شافت محمد متحير وضعت رأسها على صدره وصاحت آهن يا محمد قال يا جارية من أنت جاية ومخلي راسك على صدري من أنت قالت الله يا أبو جاسم ما عرفتني اختك زينب يا محمد ما عرفتها ايش قال لها انت زينب ليش غيرت الزمان ايش كثر بعيوني احس متغيره لهالكثور يم الخدر متروسه شيب الصار لك ابدا فلا صار بمره يقول هالكثر يم الحزن محن الظهار قول يا محزون خبريني اشجرة تتحمل ابو جاسم احكي وياك قول يا زينب قالت خويا يا محمد الشفت مو قليل منين ابدي بهالامر متحيرة احكي لك عن وقفتي على التل تريد لا عن المظلوم شفت على الثرى شفتين اخوي على الثرى زينب انصار يا ليت من شفت خويا وعلى صدر الشمور والله قاعد بسيفه يقطع منحره تقول لو عن المجلس الطبيت بقيود صعبة ها صعبة صعبة الكلمة شكد صعبة عليكم يا مؤمن ويا مؤمنة تقول لو عن المجلس الطبيت بقيود قام يسب أمي وشتم حيدرة هذه بعد تعيش زينب ما بقت مدة بالزمان يا شيعة حتى ارتحلت إلى الشام مع زوجها تقول الرواية أرسلوا رسالة من الشام بعد أن وشى بها والي المدينة وأخرجوها
لكن اجت الى هذا مكان مرقدها الشريف، على المشارف اعتلت بعلتها ودنا اجلها، تصرمت ايامها حملوها وجاءوا بها الى ظلال، ظللوها بمجموعة من الأشجار تقول الرواية، وضعوها تحت ظلالها. صاح زينب خذوني إلى حرارة الشمس. ليش زينب؟ قالت أني مريت على الحسين ما عليه ظلام، عاري أريد أواسي الحسين في مصيبته، وعند احتضار الموت عرضوا عليها الماء فأشاحت بوجهها عنه. خلوني أموت عطشانة، أخويا يصرخ عطشان ما أحد سقاه الماء. تقول جرحت قلبي المجروح يلجيتو تجهزوني، ذكرتوني المظلوم يلي تغمضوا عيوني. خلوني أموت بهون لا تهيجون مكنوني، خلوني أموت بهون لا تذكروني المظلوم. قلت مدون رجلاني ولا تسبلوني لي يدان، ترى من تسبلوا يداني أبتذكر أخويا. أني نادات الشمر خلى أبا غمضة وبمد ليدان، رفسني وداسه ابن علي ومن الأحراج سيل دمو. مدت للموت رجليها وأسبلت يديها، صرخت وأخا وحسينا، أغمضت مولاتنا زينب عينيها وأطبقت شفتيها وفاضت روح الحزينة. وزينب أخذوا في جهازها، هذا جاب نعش وهذا جاب جفن إلى زينب. وما أدري زينب لما وقفت على جسد أخيها الحسين سمعوها بيت الدعاء. وأسألكم الدعاء، هي واقفة على جسد أخوها تقول لي مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزالة، ناس تفصل أجفانه وناس تجيب شياله، بس حسين تجهيزه يدوس الشموس. ما عندها أحد زينب، وين تروح؟ راحت إلى قمر العشيرة أبو فاضل تنخيه، تقول له يا عباس العدا حرقوا بيوتي، شافوا مشيتي واسمعوا صوتي، أنا تمليت قبلك حال ماتي ولا أرحل سبي الآل ومية، ولا أرحل سبي الآل ومية. تقول ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما خوذتني أحسن قوة، يا والله تدري الشمر بي السوى، صوت علمتوني تلوى، أي صوت علمتوني.